بشير بشير قم 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 بشير قم بشير خير خير بوجهك فيك فيك رجل. حبيت اشكرك والله على الشجاعه اللي سويتها امش والله انك ولد يا بشير يا خالد يا خالد ليتك اجلت هذه شوي لين اصحى من النوم الله يحفظك والله شرها علي اللي مقعدك عشان اشكرك يا اخوي ما ابيك تشكرني ولا ابيك تسوي خلني بس انام الله يرحم والديك خلني انام خلاص نام 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 يا حبيب زين بشير بشير ايش فيك يا حبيبي اسف اسف كنت بشوفك نايم ولا قاعد يا اخوي انت مهبول انت فيك شيء انت ها ضارب من عقلك انت في حاجه يا عسكري لا لا, لا. يا عسكري يا عسكري ترى خالد هو المجرم لا هو لا لا, لا الله يرحم والديك هو اللي سوى كل شيء يا شيخ لا كل هذول قضاياهم هذول كلها لا اورطك فيها انت سمعت يا ابن حلام اسكت يا ابن الحلال اسكت لا يوهقون اسكت اي والله خل ما خلي الواحد ينام نعم خلاص يلا تصبح على خير ايش فيك ايش فيك ايش فيك الله يرحم والديك فيك فضحتهم على الجيران ايش بلاك انت امشي يا فري امشي خل نروح نقفل نسيب الفلس امشي الحين الله يرحم والديك انت موقفهم الصبح علشان نروح نقفل نسيب الفلس هذي فري فري كلش ما عندي وقت عندي ليه قبل الغداء بس ما يسمع عليك والله ما يسمع عليك هالمره اللي دايس عليك الارض هاي يسمونه حب وتضحيه ايش فهمك انت حبتك بقره اقول حبتك بقره بدل لا نروح نشوف مصارع شركتنا نروح نشوف نسيب الفلس والله اللي دايس عليك صدق دايس عليك المره امشي بقى امشي عرفك انت خل روحي بلحق بس مريم مريم مريومي نظرة وضاعت لي علومي بكرة لما بس اطلع والله لا اخطب يا عيوني مريم مريم مريومة نظرة وضاعت لي علومي بكرة لما هو يطلع يجي يخطب يا عيونه اترك مغرم يا بشير وانا ما ادري ليتك قلت لي هالخبر من بدري شفنا لك جاهزين وننصاها يمكن تمشي امورك وياها مريم 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 نظرة ضاعت لعلومة بكرة لما هو يطلع يجي يخطب يا عيونه
مدري يا خالد مدري شو اسوي، خايف فرج اخوها يخرب لي جوي، لكن من شفت الحلوه مع الخرفان حسيت اني اعشقها من زمان. انت يا اخي لا تحاتي فرج هذا شحاتي، امره عند عبد الحامي ضراره لا مش ذاتي، بس انصحك نصيحه ليتك يا اخي تتركد، حاسس مع فرق الوزن انك والله بتتورط. مريم مريم مريومي نظره وضاعت لعلومي، بكره لما بس اطلع والله الاخطب يا عيوني. بس انصحك نصيحه ليتك يا اخي تتركد، حاسس مع فرق الوزن انك والله بتتورط، حاسس مع فرق الوزن انك والله بتتورط. هاي هاي شو الفوضى؟ ترد في توقيف ما في مسرح يا ابن الحلال، رجال حبيب ومغرم تو داش الحب 2022 خرب جوه. اي جو اي خرابيط، الله يهديك. بس في حد يغني الصبح الساعه 7؟ ما انت بصاحي رجال، احنا ما عاد صرنا ندري عن 7 من 5، احنا اساسا ما ننام. الله يخلي. المهم في احد من كفلانا وصل؟ لا ما حد وصل يا ايوبه، وان شاء الله ما حد بيوصل. اقعد مكانك ومن غير صوت، واضح؟ ان شاء الله ان شاء الله. الحين اخوي خالد انت ضامن نسيبك يجيك فلنا؟ انا ضامن اختي زوز. وانت عان من متى هالحب هذا؟ احنا ابو دارك شفتها نص ساعه وبالليل وظلمه ما تبين، حبيت على طول. حتى كتبت فيها قصيده بعد. مريم يا مريم الله، علشانك عبرت البحور وعبرت اليم، ليتنا بس نتزوج ونجيب لنا ولد ونسميه ويليام. ويليام ليش يا حبيبي؟ شعرك لهني اشقر. لا علشان القافيه بس، ولا احنا لو جبنا ولد بنسميه يا مرزوق يا مبارك. مبارك عليك الشهر. لا تلومني لا تلومني يا فري، انا زينب احبها واموت عليها وما احب ازعلها. الظاهر مارا مسيطره عليك سكان يمين ها؟ الدكتور موصيني عليها وعلى نفسيتها، تدري علاج الانجاب ممل ومتعب يا فري. اي والله ما لومك يا عبد الحميد ما لومك. اي والله انت بدون عيال كذي على شون ده الله رزقك بولد ولا بنت؟ تطنس من عاب ابتلى. الله يهداك. امزح معاك عاد امزح معاك، ان شاء الله تحل مشكله نسيبك اليوم ولا ترى المارة بتطردك برا البيت. هذا نسيبك اللي ينشد به الظهر ام حق نسيب؟ الله انا قلت لك عنه انه مو مضبوط، بس الله يخلي لي اختي زوزو هذه اللي يشد فيها الظهر، ولا النسيب يطلع من الضابط الحين واوريك فيه الشغل. خلصت يا سام بقى؟ مش هنقعد اليوم كله في الورقه دي. السلام عليكم. انت فين يا ريس؟ موجودا. سمعت اخر الاخبار؟ اخبار؟ رفضوني؟ لا هم اكيد هيرفضوه. انت عارف خالد نسيب البوس؟ خالد نسيب البوس ايوه. بيقولوا انه طلع تاجر مخدرات. مخدرات حته واحده؟ وطي صوتك. مخدرات؟ ايوه. انا كنت حاسس انه بتاع مخدرات. بالمناسبه كده انتوا هتتاكدوا انه انا مش سبب فشل الشركه. وعلاقه ده بفشل الشركه؟ كيف علاقته ايه؟ علاقته ونص وخمسه، علاقه وطيده، علاقه عميقه. ازاي ان شاء الله؟ مش خالد قريب الرئيس؟ ايوه. عايزين انا انجح شركه سمعتها زي الزفت وقرايب الرئيس بتاع المخدرات ومترددين سجون؟ ايه اللي بتقوله ده؟ انت عارف ان انا بجد بقيت خايف على مستقبل الشركه اكتر من الاول؟ انا اصلا مش عايز ابقى بتاع حسابات، انا عايز ابقى تاجر فراخ. يا حضره الضابط، ممكن بس تستعجلنا على موضوع الكفاله؟ ان شاء الله. محمد خلي الموقوفين خالد وبشير يدخلون. السلام عليكم طال عمرك. عليكم السلام. عليكم السلام. طال عمرك. هاي النسيب خالد، هاي ما نعرفه، خليه يطلع. نعم ما تستعين. شنو ما متابعكم هذا رجال عرضك كبره، انت تغلط عليه؟ طال عمرك بعد اذنك لا بندش داخل. شلون يعني ما تبي يكفلك؟ طال عمرك هذا لا نسيبي ولا عارف اصلا. تبوه خذوه ما انا ما بيه. بعد اذنك في مجال اروح؟
براحتك يا. لا لا اصبر 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 يا حضرة الضابط اصبر. خالد انت فيك شيء؟ في حد مزعلك؟ يا حبيبي ما بي حد يقفلني، انا انسان مرتاح على حياة السجون. انت شكو الحين تغلط على الرجال وتقول لي شو مزعلك؟ كفو كفو اخوي اخوي خالد كفو. حتى شف 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 جرح مشاعري جرح مشاعري. اسف اسف حقك على راسي، اسمح لي ما اقصد. حطني شو حقك على راسي؟ قوم قوم بوس راسه، واذا سمح لك افكر اني اراضيك. هالكلام الله يهديك من صدقك انت. يلا عاد يلا عاد يلا الله لا يهديك ان شاء الله. حضر الضابط قطني بالسجن. لا انا اسف انا اسف وحقك على راسي، ايش تبي بعد؟ ايه بس هذا انا اسف. تجرحون مشاعر مشاعر الناس واحاسيسهم، وفي الاخير بس تقولون على طول الكلمه سهله. انا اسف. بس يا حبيبي انت الكبير وطول عمرك كبير، خلاص اخوك صغير وغلط عشانك يا بعد ما تقصر. بس نحتاج كفيل. نعم ابي كفيل. وما جبتي اقول ترى بروح انا وخالد لازم. يلا مشينا بس. لا 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 اصبر اصبر اصبر، الكفيل موجود فري. نعم لا يبا انا اقفل هذه مستحيل. لا يبا لا. ميمي ميمي انا اقصد يعني ما راح تكفني. لا مو بكافر. تت تت ول شل فرحة شل وناسة اللي عليك حبيبتي قاعدة تلولشين. إنزين عرفنا إن خالد ولد أختها، أنت شاقة حلجت مترل ليش إن شاء الله؟ وأنت حبيبتي مو فيش زعلانة؟ فحاستني أنا على إني أفرح مع صديقتي وجارتي زنوبة. الحمد لله أخوها وصاحبة طلعوا بالسلامة، كانوا وحلالهم بيصيروا فيها إعدام. أقول أسرار انتي لنا الحنة حيسة ما تحبين حد يفرح؟ لا باكر لا باكر، هذه ما فيها خير. ضالة ويه زنوب حبيبتي ايه؟ أنا حاسة بضيقة ايه؟ حسيت أني بختنق ويمكن بعد شوي أخنق حد. ويه هاي شلون أقدر أخنقها وهي قد الفيل عن ذنج؟ لا 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 لو سمحتي يا أسرار قاعدي مكانك، ترى أنتي حبيبتي قاعدة هني في بيتي أنا، وخالتي حبيبتي ما تقصد تتغشمر. وي لا حبتي تبي نصج ما تغشمر خالتي. اقول زنوب تستاهلين سلامه اخوك، انا بروح. لا لحظه اسراء اسراء مع السلامه. اقول لك خليها تغيب الزول، خلينا احنا في وناستنا. اقول هو مريوم ايش سالفتك انت؟ ايش هالفرحه كلها؟ ها وابوي اسرار حرسيني حرسيني انا قاعد انش لا تودريني. اقول خالتي أسراره أتوقع أن كلامها صح، مريومة شاق الحلج متري يا ترش له. الله يهداك بس أنت شلون تخلينا أقفل شخص أنا ما أعرفه؟ يا فري في ميزان حسناتك، إيش فيك؟ إهدى طول بالك. إيه أنت إيش بلاك؟ يلا يلا روح مع كفيلك. يلا يلا. لا يبا آخر عني زين. يا ابن الحلال طول بالك، يبا أخذ أسبوع جربة، إذا ما عجبك رده. يبا أنا ما أبغى منكم ولا شيء، حتى حسنات ما أبغي. نعم في شيء طلعني؟ تبي شيء؟ يلا بروح روح 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 روح. أمش بس أمش 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 تلاشنا فيك أمش أمش يا ابن الحلال أمش الطالعة أمش. خالتي أنا خلاص ما أقدر طولها وما اقدر انطر اكثر من كذي. ايش فيك الله يهديك؟ انت مو برايلك كلمك قالك خلاص اطلعوا من المكافحه. اي بس وينهم في وينهم؟ ليش بس ليش؟ فشلتنا كل يوم من مركز لمركز. ما تستحي على وجهك ريالش كبرك كله مشاكل في مشاكل. ألم. تعال تعال يا اخوي حبيبي حبيبي بسم الله عليك ايش فيك؟ اقعد اقعد. الم مو طبيعي. الم يا زين اقول لك صاير ومو صاير؟ كل المساجين اللي بالسجن طقوني طق السنة بساعة. حسبي الله عليك كان السبب. يا جماعة لا تصدقونه والله ما في شيء، توه في السيارة يضحك ما في شيء. مستانس الحين ارتحت كسرته ويبت ارتحت. سمعيني مو فاضي لك أنا أقول لكم كذاب والله كذاب. شفته يعصب علي شفته يقول كذاب أنا كذاب قولي أنا كذاب. حميد اسمعني عدل إلزم حدودك ترى كل شيء له حدود. إيه كل شيء له حدود يا زينب صرت أنا ما أستحمل. أوه قاعد يعصب عليك. انتوا بعدين معاه. خلاص خلاص يا حبيبتي يا زينب الحين انا ابوسه على راسي. شفت ايش سوى؟ سحب الجمجمه. يبا لا تعتذر لي اعتذر حق صاحب الشهم. اسمعني عادي عبد الحميد
ترى خالد قال لي علي سويتوه فيه وفي رفيجه، ويفضل عاد انكم تعتذرون حق رفيجه الشهم. الشهم؟ اي. وان شاء الله شلون تبينا نعتذر حق الشهم بشير بن عنتر بن شداد؟ شو اللي يرضيه؟ انا اقول لك. يبا ايش فيكم؟ ايش عندكم؟ عبد الحميد عندك شيء؟ تكلموا صاير؟ في شيء؟ والله يا فرعي تدري انت مثل اخوي اللي ما يابته امي. ايه تدري احنا ربع من سنين. ايه فرعي انا بقول لك شيء بس. يبا تكلم ايش فيك؟ صار لك ساعه الله يرحم والدك طلع ببطنك ايش عندك قول تكلم عادي في شيء صاير شيء قول عطل عندك يا اخي قدامك هناك ايش قلت داخل من صحني انا؟ قول يا اخي طلع اللي عندك قبل لا يخلص صحني. يا اخي انتوا الاثنين خلوكم محضر خير. عادي اقول الله يرحم انت بتقول له الله يرحم والديك عبد الحميد تكلم قول خلص عندك تكلم والله يا فرعي احنا جايين طالبين يد اختك حق خالد المفهي ها؟ اعوذ بالله انا ناصبك انا اختك شفتها مره بالحوش ثلاث ايام ما نمت انا او مو زوجتي حق سامح وانه في يستاهل لا يبا انا مطلق وما بتزوج مره ثانيه رجاء يا فرعي نعم. احنا جايين طالبين يد اختك حق مكفولك بشير ويعه نعم انا اناسب هذه مو بكافي انك وهقتني فيه بعد ما سبني يخسي فرعي انت ليش مستعجل روح اسال البنت عقب تعال احنا ما عندنا بنات تاخذ رايهم سامع اي بس راي البنت مهم لين هني وبس وحتى الشراكه اللي بيني وبينك بعد فضيها وخلاص وصلت فيك لهالدرجه يا فرعي نعم وصلت لين هني وصلت سامع يلا الحين يلا الله يرحم والدك يلا تفضلوا تفضلوا يلا حياكم على البوفيه شباب اي بوفيه طلعوا برا تطردنا بس يا عمي عم بعينك اقول لكم برا يلا خذ الشاي على الاخر يلا برا ساعة عشان تجيبين الشاي شنو انت تصنعينه؟ مدام ماما مريم ماكل سويانا يا حبيبتي لازم تسوين اكل حق ماما مريم، ماما مريم في الساعة تاكل خمس وجبات، يعلك يا مريم يا الفيل الطحين من فوق تدربحين ليه تحت يعلك ان شاء الله. حرام مدام ماما مريم وايد زين. حرمت عليك عيشك حتى حرمت عليك عيشك، يلا ذلفي عنوي يلا ذلفي بعد قاعد تدافع، ماما مريم وماما مريم يلا. والله بعد هذا اللي قاصر والله عيب والله عيب شنو اللي عيب انت بعد داخل علي تتدخل بيني وبين اختك وبين الخدامه ايش دخلك انت انا وين وانت وين ايش فيك مصيبه ايش فيك عسى ما شر يدخل علي يتزاعق عسى ما شر الا الشر بعين وعلمه زين اهدى قول شو اللي صاير ايش مستوي حميده الله يهداك حميده يا يطق علي الباب يا يقول لي انا يا طالب يا اختك مريم حق من عاد؟ حق من؟ بشير وي هذا اللي انت كافله؟ ايه بشير ما غيره هاي راي سجون يخطبها هذه والله فرصة تجي أسراره تفتكين من مريوم الحوت القاتل وبالمرة يوديها السعودية ونرتاح منها ومن زياراتها زين انت شنو قلت لهم؟ قلت لهم شاي وكرك طردتهم بعد شو اقول لهم بعد؟ ليش الله يهديك؟ ليش سويت كذي؟ شنو ليش؟ اقول لك هذه بشير ما داني من اشوفها طلعت تبلع ما بلعه صراحه يا فرعي انا موافقك الراي يعني مريم حليلها مسكينه تبي تتزوج انا قلبي مقطعني عليها اي تبي ريل تبي ونيس انت كذي وقعت في سعادتها اي حرام عليك هذه بشير اللي تشوفها تونس معاك انت شفتي انت يا بشير لا انا قايم من النوم بسم الله الرحمن الرحيم بس ها احلى شوي اقول وافق حق هذا اللي متقدم حق اختك لان مريوم ما حد بياخذها ما حد بيطلف ويهها انا من الحين قاعده اقول لك اول مره تقولي حاجه صحيحه لكن بعد يعلش ان شاء الله تنعدمي وانا اشوفش بعيوني يا الرقطه موتي قهر اختي احلى منك موتي قهر وعلى جثتي لو صار هالزواج ان شاء الله بنشوف من ياخذ السندريلا ويخطفها على الحصان اي حصان على بكره حبيبتي ايش رايك سويت كل اللي تبينه ايش تبين بعد حبيبي ما انحرم منك يعطيك العافيه وما قصرت معي يلا شدي حيلك ويبي لي بيبي صغير ابي نفرح فيه ابي خدود ابي اعض خدوده
اسمعني عاد، انا سويت كل اللي اقدر عليه من العلاجات المطلوبه مني، وبعدين خلاص يا حميد لازم نرضى بقسمه الله، يمكن الله صج مو رايد ان نجيب عيال. لا 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 يبش هالكلام، خلينا ناخذ بالاسباب وان شاء الله الله بيرزقنا. ايش فيك؟ اي ان شاء الله الله يسمع منك. يبا سمعيني انا، يبا عندي بكره دوام، خليني ارتاح والله يعيني على فري في الشركه اذا شافني ايش بيسوي. ما ادري والله صدق، وهذا اللي انت فالح فيه، مره بشير مره فري مره خلود اخوي. تدري شلون انا مو فهمتك، انت شلون بيكون عندك وقت لي والبخديدات مالاتك؟ طبعا كالعاده ما عندك جواب. انا اقول اقعد مع خلود اخوي ابرك منك، وانت اخمد. واقف على على بابكم والهاني ومسير، وش ذا الزين وش ذا الحلو يا سيدي. حلو. اهلا وسهلا استاذي. هلا 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 هلا. ممكن اعرف وين فايت؟ عفوا وين داخل؟ وين داخل؟ للداخل. حلو ها. الله. بس عندك موعد؟ لا لا انا ادخل دائما من غير مواعيد اساسا، يعني صاحبي وصديقي اسمه خالد، وخالد هذا طال عمرك نسيب نائب رئيس مجلس، اسم طويل ما انا فاضي له، احنا اهم شيء ان احنا بس نشوفه ونقابله عن اذنك. واسطه عندي اي واسطه ما شاء الله ما شاء الله. ايه ها قزاز يا قلبي. مين؟ تفضل. مين؟ تفضل. السلام عليكم. ردوا السلام على الاقل. اي طبعا ذول الكباريه ما يردون السلام. يمه 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 ايش ذا؟ اترك هنا مبسوط يا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. اول واحد يقول لي تفضل. ايوه رايح فين حضرتك؟ اؤمر. عفوا؟ أؤمر في حاجة؟ لا 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 وش أمر؟ والله يطول عمرك، بس حبيت بس شو اسمه؟ إيه؟ لا ولا لا. الشركة غريبة دي كمان. إيش قاعد ينفخون علينا؟ يا خالد إنك أنت المبسوط، أنت المبسوط، أنت أنت المبسوط. وهذا يمكن خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك الله بالخير. أهلا وسهلا. طيب يعني قل لي تفضل، قل لي شيء. نعم. انت ما عارف شغلك وين؟ لا ما في شيء. تفضل شوف شغلك وين. ان شاء الله ان شاء الله. كنا افلام كرتون. اين انت يا بني؟ المشكله نفس اللون ولا كان تكلمنا معه. هلا هلا هلا. مساء الخير. مساء النور. اقول لي يعني أنا حسب ما قريت الشروط إنه في طالبين موظفين، على الأقل واحد يكون أسمر ويكون طول 165 وشعر، لا أنا ترى شعري مو فلافل، شعري حلو، بس عاد يعني الظروف والله هذا، فطالبين صحيح؟ صح؟ شوف مع الريسبشن لو سمحت. عفوا؟ شيك على الريسبشن يعني الريسبشن هذا. يا قلبي يا قلبي، يا حلو أنت، يا حلو. واقف على على باب. هلا بشير. هلا 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 يا عمي. هلا هلا هلا. انت شلون دخل داخل الشركه؟ ومن اللي دخلك؟ وشلون السكورتي دخلك داخل؟ من اللي سمح له؟ من اللي اعطى هبل؟ والله هو شو اسمه؟ خالد صح؟ قال لي تعال، وانا جيت والله بس بناء عليه. عارف عليه عليه طال عمرك. تعرف الباب؟ الباب اللي انت جاي منه؟ اطلع برا ما بشوفك طبعا. برا! بس لا تنسى. نعم انت انت كفيلي طال عمرك. انت كفيلي. الله لا يبارك في ذاك اليوم اللي انا كفلتك. والله توهقت وكفلتك يا اخي. ما اشتهي اشوفك، ما دانيك. يا طويل العمر ترى انت كفيلي، ولا تنسى في امور ترى عليك. شنو؟ السكن والمواصلات. قلت لا ما دام عمي فرج انا متنازل فيها طال عمرك. الله يسلمك. متنازل عنك؟ اي متنازل. وانا بعد متنازل عنك. انا يا اخي ما دانيك، ما تنزل لي مني يا اخي. شفت الباب؟ استاذ فرج، استاذ فرج، اعتق اعتق اعتق. شنو اعتق اعتق اعتق؟
الحق. شفيك؟ اختك مريم. شفيها؟ ودوها الطوارئ. مين؟